مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج هذا أنا. بداية كل عام وأنتم بخير بهذا الشهر الفضيل المبارك، عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. ضيفنا هذا اليوم فنان متميز، له تاريخ طويل مع الفن، مع الإبداع، مع الريشة، مع القلم، وحتى في الموسيقى. استطاع أن يجعل لنفسه مدرسة أدبية إبداعية مختلفة تماما عن كل المدارس اللي موجودة حاليا في الساحة. أعماله الإبداعية موجودة في كل زاوية وفي كل منطقة وفي كل متحف أيضا. من أهم وأبرز أعماله اللي يشاهدها الكثيرين هي بوابة مكة. فناننا تربى في بيت علم وبيت فكر وبيت فن. فناننا ضياء عزيز ضياء. ولد ضياء عزيز ضياء في القاهرة. والده أحد أهم الأدباء السعوديين، ووالدته الإذاعية السابقة أسماء زعزوع. خريج أكاديمية الفنون الجميلة في روما، فنان تشكيلي شارك في العديد من المعارض المحلية والعالمية، فاز خلالها بالعديد من الجوائز. قام بتصميم بوابة مكة المكرمة، والتي تقع على الطريق السريع بين مدينتي جدة ومكة. عندما نتحدث عن ضياء عزيز فنحن نتحدث عن حياة أي فنان تربى في بيئة مثقفة، عاش حياته كما تريد هوايته، حيث تعلم العزف على العود والكمان وهو طفل، كما غنى للأطفال ومن ثم معلما للرسم. الأستاذ ضياء عزيز، سيرة من الضوء والضياء. وعن علاقته بالفن يتحدث بشجن وبشيء من الجمال ضياء عزيز ضياء. خلنا نتابع. الفنان العالمي العربي السعودي الأستاذ ضياء عزيز ضياء، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ ضياء. بعد هذا المشوار الطويل والجميل والحافل بالأحداث والإنجاز والإبداع، أين تجد نفسك الآن؟ يعني أحيانا تحصل لي خواطر أني أنا في نهاية الطريق، يعني خلاص. وأحيانا أحس أنه لا، يعني موضوع النهاية ده موضوع يعني عند الله سبحانه وتعالى، وأنه الإنسان يستطيع أنه هو ينتج، وده اللي أنا أتمناه إلى آخر لحظة في حياته. طالما العقل موجود واليد موجودة والظروف تساعد، أستطيع أنا أعتقد عن نفسي يعني أستطيع أني أنا أمارس وأرسم. إيش مستوى الفن وإيش مستوى الرسم تدريجيا بعد ما الإنسان يوصل لسن معين كيف حيكون؟ الحقيقة لسه ما نعرف. بقي شيء من الأمنيات في الجعبة، تحس أنه ما تحقق يا ريت تحقق؟ والله شوف، أنا أعتقد أنه الإنسان يستطيع يعني أنه هو يصنع أمنياته ويحققها بنفسه. نعم. والأمنيات اللي لا يمكن تحقيقها فهذا يرجع للظروف، كثير من الظروف اللي مع الأسف الحياة ما هي شيء سهل. نعم. الحياة فيها يعني أحيانا صدمات باغتة، وربنا كده قال يعني ولقد خلقنا الإنسان في كبد. نعم. الحياة ما هي مريحة دائما يعني. نعم. أرجع معك في الذاكرة شوي أستاذ ضياء، وتذكر الكمانة أو الكمنجة اللي جابها لك الوالد في عمر مبكر، هل استشف هذا الرجل المفكر العظيم في ابنه موهبة معينة قبل ما يجيب لك الكمنجة، أو كان الموضوع مجرد أنها آلة تغيير جو؟ والله شوف، الحقيقة ماني عارف، أنا ما أتذكر لأنه جاتني بدري جدا الكمنجة دي. تعرف أنه يعني الأطفال تبتدي ذاكرتهم يعني من وقت محدد، أظن 5-6 سنين. نعم. قبل كده ما يتذكروا. إيش اللي حصل اللي خلى الوالد يجيب لي الكمانجة دي؟ ماني قادر أعرف، ما أتذكر، ولكني في يوم من الأيام وجدتها
جاتني يعني قال لي هذه الهدية لك وأنا أخذت الكمانجة وما أنا عارف إيش أسوي فيها. عارفها عارف إنه دي آلة موسيقية ولكن كيف تتعزف كيف تتمسك كل ده كان. فقال لي لا أنا حجيب لك أستاذ. وكان الأستاذ الله يرحمه حمزة المغربي علمك الدوزان. علم الدوزاني دوزاني يعني سلم الموسيقى كيف دوزن الأوتار وعلمني هي على الطريقة البلدي حقت أهل زمان يعني فيها شوية في تغيير شوية مش زي الأوروبيين وال بالطريقة العلمية مش بالطريقة اللي هي على النوتة كده نعم. وفضلت معايا بهذه الطريقة أنا مستمرة وأعزف على الكمانجة فقط لنفسي نعم وللأهل لما كانت الله يرحمها موجودة زوجتي كانت أنا أعزف وهي تغني أو أعزف لها تسمع أو شيء زي كده يعني نعم. وهي بدأت كده أنا ما أتذكر ليش بس يبدو أنه في شيء حصل اللي خلى الوالد يفكر أنه هو يشتري الكمانجة أو يمكن هو حبه للكمانجة أو هو كان يظن أنه يعني كده ضربها بس وخلاص نعم ما كان في سبب ما أنا قادر أتذكر سبب معين يعني. العشق والحب في حياتك بغض النظر عن موضوع التخصيص يعني بالشكل المطلق كفنان كإنسان ملهم هل هو ضروري حتى يكون هناك محفز للعمل الإبداعي كما يحدث في العالم كله؟ طبعا ضروري ويعني الحب ترى مسألة يعني هي يعني صعب تحديده. الحب صعب تحديده إيش هو الحب لأنه له فروع وله كثير يعني جوانب. تبدأ في الشباب الصغار بالحب اللي أنت عارفه طبعا هو حب الشباب يعني وبعدين تدريجيا يتحول إلى مسؤولية وبعدين تدريجيا من المسؤولية دي يتحول إلى حب حقيقي بمعنى أنه تشعر بأهمية الإنسان اللي معك ده وأهميتك أنت له وأهميته هو لك أنت ومدى هي المسألة كمان داخل فيها التعامل. إذا تبغى تتكلم عن الحب الرومانسي فهو موجود طبعا وله تأثير قوي جدا على الإنتاج الفني ولكن الحب الرومانسي مؤقت لوقت محدد وبعدين يتحول إلى حب من نوع تاني مختلف. نعم. وياريت كان في الواحد حب رومانسي يستمر معه ولكن مع الأسف ما يستمر. ليه بيستمر؟ الحياة صعب إنه يستمر. كل مرحلة لها شخصيتها في حياتك الإنسان وأنا أعتقد هي المسألة 10 سنين وبعدين تبتدي تصير 5 يتغير فيها كل شيء. ما في شيء يمنع على فكرة إنه فجأة تصير مثلا حالة يمكن يعني تصير حالة حب مراهق عجوز ممكن يعني هو غذاء وهواء وماء الحب. أي طبعا أستاذ ضياء يعني حاولت توثق مراحل حياتك من خلال لوحاتك ولا انصرفت للتعبير عن المحيط أكثر؟ أنت مريت بحالات فقد ومريت بحالات ألم مريت بحالات أو تحاول أنه أي شيء مؤثر في نفسك أنك ما توثقه ب لا بالعكس وثقت. نعم في عندي لوحات وثقت الحالة اللي مريت بها. نعم. ولكن هذه تعتبر في المراحل الأخيرة في حياتي يعني اللي هي بعد وفاة ليلى ومرضها الله يرحمها مرض بنتي الله يشفيها وهذه المرحلة الصعبة اللي كانت نعم. مريت بها لكن قبل كده لا ما وثقت. أنا عندي صور فوتوغرافية عن الحياة لأنه ال- ال- الوالد والوالدة كانوا يصوروا. نعم. ففي عندي يعني الوالدة كانت تحمض ال وكمان هي نعم. ايه. فعندنا الحقيقة ثروة من الصور عن حياتنا إحنا كأسرة ثروة من إحنا من عمري سنة ومن قبل ذلك من قبل ما أنا أتولد يعني نعم. إلى الآن
وأنا إنسان أحب التصوير جدا، يعني هذه من هواياتي بالإضافة للرسم يعني. نعم. وعندي أشكال وأنواع من الكاميرات إلا أحدثها الكاميرات الطائرة يعني. فالتوثيق ده مهم جدا. نعم. والتوثيق التصويري مهم جدا. نعم. لأنه أنت بصورة واحدة ممكن تشوف وممكن تكتب كلام طويل عريض عن واحدة صورة. نعم. توحي لك بأشياء كثيرة. طبعا تديك فكرة التاريخ. نعم. نعم. أنت عصبي؟ يمكن كنت. أي. وإذا كان أحد إذا صار استفزاز يؤدي للعصبية أفقد، إذا فقدت أعصابي مش كويس. أنا ممكن أنا الآن صرت خايف على نفسي إني ما أبغى أفقد أعصابي وأنا في هذا السن، لأني لو فقدت أعصابي ممكن أتدهمل. قدامك الصحة. يعني أفقد أعصابي مع أحد ويكون هو يعني ممكن يوديني في مشكلة، يدهمني في الأرض فعلا. المزاجية، مزاجية ضياء عزيز ضياء لا زالت قائمة؟ لا أنا يعني كفنان، أنا فنان ولكني ما أحب أكون متقلب. أنا يعني ترى على فكرة ما أحب الفوضى كمان. وما أحب وضد فكرة إنه الفنان لازم يكون بوهيمي، بوهيمي ويلبس لبس غريب ويكون فوضوي. لا بالعكس، أنا الفوضى دي تلخبطني. أنا أحب كل شيء يكون منظم وفي مكانه، وما أحب أحد يجي لخبط لي الوضع اللي أنا فيه. وأحب أنظم، أنا أحب أكون منظم، ما أحب الفوضى. أنا ضد مسألة البوهيمية دي، وعمري كنت بوهيمي في حياتي. والمزاجية، مزاجية في الفن فقط. نعم. أي نعم. نعم في الفن. أنا ممكن أكون في وقت من الأوقات قاعد برسم، ممكن مزاجي يتلخبط أقطع اللوحة. وهذا حصل كثير. نعم. والآن في لوحة على وشك تتقطع بس مستنيها تنشف لأنه ما عجبتني يعني مزاجي خلاص. وفي لوحات لا أكون فيها مزاجي وصل للسماء من 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 النتيجة اللي طلعت في اللوحة دي. نعم. هي المسألة تعتمد على برضو على الظروف. العلاقة، ماهية العلاقة بين الرسم والموسيقى كفنون أو الحبل السري اللي يربط بينهم؟ المشاعر. أيه؟ المشاعر. الإحساس. هي كلها في النهاية بتصب لشيء واحد، سواء كان موسيقى أو رسم أو نحت أو شعر أو مسرح أو فن السينما أو التلفزيون. نعم. كله في النهاية فن يتعامل مع الإنسان وإنسانيته ومشاعر الإنسان. نعم. ما دمنا في الإنسان والإنسانية وهذا العالم الصاخب بأحداثه وبالظلم والقتل والتشريد والغربة، ولعلك تستذكر طبعا شيء من أرث الوالد العظيم في الجوع والحب والحرب. نعم. الآن قاعدين نشاهد هذه المشاهد يمكن عن بعد. علاقتك بالشاشة، بالأخبار، بالشاشة، بالأحداث، هل عفيت وكفيت أو لا زلت إلى الآن تتابع ما يحدث حولنا؟ والله هي من كثر الأحداث ما بتتكرر في بعض الأمور، زي حكاية أمور الأحداث المؤلمة اللي هي مع الأسف الشديد بتضر من يوم ما بدأت يعني حكاية. نعم. ضرب المباني مبنى التجارة ده العالمي في 11 سبتمبر ابتدينا ندخل في يعني نفق. مأساة ضد العالم الإسلامي وضد الإسلام بشكل خاطئ جدا بسبب شوية مجرمين عملوا عمل إجرامي ما نفع الإسلام أبدا ولا نفع البشرية بأي شكل من الأشكال، ولا نصر الحق العربي ولا نصر الحق الإسلامي، ولا بالعكس أضر بالبينة وبالإسلام وبالمجتمعات كلها العربية والإسلامية إلى أبعد الحدود. صديقة تعتقد أنه تؤمن بوجود مؤامرة كونية، مؤامرة عالمية؟ أنا الحقيقة أنا ضد فكرة المؤامرة. لا من الموضوع المؤامرة، كانوا بيقولوا حكاية مؤامرة على كثير أمور اللي حصلت من يوم موضوع
العراق وما عراق و... وبسبب طبعا احنا عارفين السبب زي ما قلنا هو سبب الاعتداء على الـ على الـ الابراج الامريكيه هذه. هي بدات من ذاك الوقت وابتدت تطلع قصص طويله عريضه على انه لا هذا كله يعني شيء مرتب والامريكان هم اللي مرتبينه. يعني تصور انه الامريكان ضربوا الابراج عشان بس يثبتوا عشان يبتدوا تمثيليه، كلام غير منطقي ابدا يعني. لا لا، انا اعتقد انه احنا ورطنا نفسنا وبنورط نفسنا بشكل مستمر بسبب جهلنا. انا بتكلم مش عن السعوديه، انا بتكلم عن العالم العربي كإنسان في النهايه. نعم. الدول اللي حولنا اللي تورطت ووصلت الى هذا الحال اللي هي فيه يعني. نعم. سبب ايه؟ بسبب الجهل وبسبب عدم الحكمه في التعامل مع الامور ومع الحياه. نعم. ويستمر الحديث، حديث شجون، حديث مليء بالجمال مع فناننا ضياء عزيز ضياء. بعد هذا الفاصل سيتحدث ضياء عن الفن والمدرسة، الفن كقيمة اجتماعية والفن كمقام اجتماعي. تابعونا بعد الفاصل. نستكمل بعد هذا الفاصل الحديث حول حياة الفنان ضياء عزيز ضياء، وعلى لسانه طبعا في سرد شيق وجميل، فلنتابع. رسالة الفن أسهمت في أنها تعدل الصورة، أو خلينا نقترب من نقطة مهمة جدا، هل الفن مؤثر في عالمنا العربي؟ في مجتمعنا بالذات مش كثير. ايش السبب؟ السبب انه احنا ناس يعني اهتمامنا بالفن جاء متاخر جدا. يعني انا في في, في انا لما ابتديت حياتي في السعوديه هنا كان الاهتمام من الـ من الـ من الـ من الدوله اهتمام قوي، بدليل انه هم بقى ابتعثونا لدراسه الفن. نعم. ولكن الناس نفسها عند يعني متشربة فكرة إنه الرسم حرام، رسم الإنسان حرام، النحت حرام، الموسيقى حرام، كل الأشياء دي حرام، وبالتالي انصرفوا عنها، وبالتالي ما صار اهتمام بها. ترسم ولا ما ترسم ما تفرق. فين اللي ابتدوا يجوك يزوروك؟ حتى زيارات المعارض، لما فنان يعمل معرض يعني في إلى وقت قريب كان اللي يروح ويتفرج مش بيروح عشان يتفرج على، يعني نادر اللي يروحوا وعندهم تزوق، ولكن كثير بيروحوا عشان يتقابلوا مع المفتتح إذا كان شخصية كبيرة ومهمة. كثير يتسابقوا لأن هم يروحوا عشان يقدروا يصافحوا ويشوفوا ويسلموا عليه وإلى آخره. صقل الذائقة وتنمية الذائقة عند النشأ الآن، تعتقد أنه هي مسؤولية أسرة أو مسؤولية مناهج تعليمية؟ الارتقاء، حاسة التذوق خلنا نسميه بشكل عام. الاثنين طبعا. اي الاساس ضمن البيت. البيت مهم جدا. وانا يعني ما ابتديت الا من البيت. ولولا البيت ما كان ابتديت اساسا يعني. نعم. بعدين المدرسة. أنا في المدرسة في الوقت اللي أنا كنت أدرس فيه أو قصدي أدرس فيه وأنا صغير في الابتدائية، كان في أساتذة رسم وكان في منهج للرسم. يعني كان عندنا حصتين في الأسبوع أظن. إيه. رسم. وكان أتذكر إنه كنت أنا في مدرسة سبع القصور هنا. الأستاذ مصري من مصر وفنان، وكان مهتم جدا بي والشباب كانوا مهتمين. يعني أنا نفسي أقول إنه الزرعة موجودة والبذرة موجودة في الشاب السعودي والفنان والطفل السعودي، لكن يبغى لها تغذية. فاهتمام هذا الأستاذ بي واهتمام أساتذتي بعد كده في الثغر وفي واهتمام الوزير التعليم الله يرحمه شيخ حسان الشيخ الملك فيصل وبتعسنا، هذه هي اللي
لكن ما في شك انه اذا كان انت غزيت الطفل من البيت وفي المدرسة واخذت موضوع الفن. الان موضوع الفن ما هو جاد، موضوع تضيع وقت يعني، بس حصة للتسلية تعتبر. نعم. ما في منهج يعني قوي، ما في أساتذة يجوا يدرسوا ويكون وزارة التعليم المفروض انه هي تعمل يعني خلينا نقول منهج، معهد ولو بعد الظهر ولو في المساء لهذول الفنانين الصغار اللي شافتهم او وجدتهم في المدارس وفي الفصول، انه هي تبتعثهم لدراسة بدون مقابل يعني، لدراسة الفن في هذه المعاهد اللي لازم تنتشر في المدن الرئيسية وبعد كده المدن الغير رئيسية، لأنه هذا الشيء هو اللي يرتقي. نعم يرفع يثري الحس بالفن. نعم. عند الأطفال وعند عوائل الأطفال. نعم. فترة التدريس أستاذ ضياء، لما درست فترة أنت في، اكتشفت مواهب ولكن مع الأسف يعني في وقت من الأوقات كنت أشجع واحد من الشباب، وأكثر من واحد يعني، في فصل كان في أولى ثانوي، وفجأة جاني أبو الشاب هذا، ماني متذكر اسمه الحقيقة، جاني على البيت وتقابلت معه وقال لي أنا يعني أحب أقول لك أنه يعني شكرا على أنه أنت بتشجع ولدي في المجال هذا، مجال الفن، لكن أنا ما أبغى أنه أنت تشجعه في هذا المجال لو سمحت يعني. قلت له ليه؟ قال لي لأنه يعني إحنا ما نبغى ولدنا يطلع فنان ولا فن إيه وشيء ما يأكل عيشه، نبغى ولدنا يطلع يعني يا دكتور يا مهندس يا شيء يقدر. قلت له على كل حال يعني هذه ممكن تكون هواية، وترى في يوم من الأيام ممكن ولدك هذا إذا أنت بتفكر إنه ما يأكل عيش، ممكن جدا ولدك يأكلك مش بس عيش، أنت والعائلة يأكلك عيش وقتوه وأكل ممتاز يعني لأنه حيعمل دخل كبير احتمال إذا نجح، وده شيء طبيعي يعني، لكن مع الأسف. تعتقد اجتماعيا في بعض الأسر لا تنظر بقيمة للأعمال اليدوية، وظروفهم تختلف يعني من بيئة إلى بيئة إلى مكان، حتى في أبنائهم يعني يحتاجوهم، أبنائهم عسكريين ودراء، ما يعني يعتقد بأنه العمل اليدوي قد لا يليق فيه أو في أسرته أو في اسمه. أكيد طبعا. ظروفك اللي مريت فيها وحياتك المليئة بالعبق، يعني الوالدة كانت تمارس بعض المهام اليدوية والجماليات، الوالد بطبيعته كمفكر التغذية الفكرية اللي عشت فيها وكإعلامي عظيم، إلى جانب طبعا اهتماماتك الخاصة في تفاصيل. أنا أعتقد في البيت فترة من الفترات كنت أنت اللي تصلح الكهرب، تعمل الأشياء ذي. كيف نربي أولادنا على أنهم ما يكونوا اعتماديين؟ ويعني كيف يعني كمعلم الآن عظيم نتحدث عن أجيال، الوسيلة الطريقة؟ شوف، حكاية تربية الأولاد إنه يطلع بالشكل اللي أنت تبغاه هذه ما صعب. ذكرت هذه من أحببت يعني. لا لا. الولد بيطلع بالشيء اللي هو شايفه إنه يبغى يسويه. وإذا تدخلت كثير تنعكس على الحكاية. وإنك لا تهدي من أحببت. هذا بالنسبة لحكاية الأولاد. بالنسبة لموضوع الأعمال اليدوية، أنا طبعا أؤيدها جدا، وأتمنى أنه الإنسان يعتمد على نفسه، سواء الرجل أو المرأة. أنا أعرف سيدات الحقيقة، بس هي مسألة ترى هواية بالضبط. يعني أنا أعرف سيدات الجوز ما يقدر يولع يعني يربط لمبة، لكن الزوجة هي اللي تسوي السباكة في البيت إذا خربت الكهرباء، إذا انقطع شيء ولا ما اشتغل. نعم. أعرف سيدات كده أنا، وتلاقيهم يروحوا السوق ويشتروا، وتلاقيهم حايسين في المحل اللي بيع المعدات اللي هي الأدوات هذه السباكة ومش عارف إيه.
فالمسألة ترجع للشخص نفسه وهوايته اللي بيخلي الشباب تنفر. ايه نعم ما تدخل في هذا المجال وتحاول تبعد عنه وتفكر في انه لا انا لازم اكون لابس غترة وعقال ورايح شغلي اللي هو شغل حكومي او شركة او شيء زي كده وده شيء كويس طيب وممتاز لكن افرض ما قدرت ما لقيت شغل يعني جاء حيجي وقت مش دائما موجود بعدين احنا عندنا الاعمال اللي هي بيقوموا بها الاجانب بالملايين انت يا سعودي ليش ما انا قادر تقوم بهذه الاعمال بعد هذا الفاصل سيتحدث ضياء عزيز ضياء عن تجربته الأولى في الرسم ذو المغزى ولقائه مع الملك فيصل وقصة تحرير العبيد والرق. حديثنا الآن اللي بدينا فيه على لسان ضيفنا الجميل ضياء عزيز ضياء. هذا الحديث يصل بنا إلى علاقة الفن بالسلطة، فلنتابع سويا. في سنة من السنوات أهديت لوحة للملك فيصل، كان ولي العهد، كان في الطائف، كانت تتحدث عن تحرير الرق. حدثني عن ذيك الفترة. أنا كنت في أظن عمري 15-16 سنة، والوالد الحقيقة هو اللي قال لي ترى شوف حصل كذا كذا، يعني الملك أو الأمير أصدر قرار بإلغاء الرق، وفهمني الموضوع وقال لي أنه يعني أنا كنت صغير يعني، بس انه الرق الجوار والعبيد كانوا موجودين والان اصبحوا خلاص احرار، يعني الموضوع انا بالنسبه لي كان يعني اثر علي فعلا. نعم. وعلى قد مقدرتي واسلوبي في الرسم وكده عملت اللوحه دي اللي هي تعبر عن هذول الناس العبيد والجوار ماشي، يعني هي لوحه كده مسلسلين ربطين بسلاسل وماشيين في وادي كله حجار وأشواك وكده يعني. نعم. وبعدين يجوا على نهاية الوادي ده في حتة كده انفراج انفراج جبلين وأفق وتفرقوا لا وهم جوا وقفوا شافوا هم واقفين طاحت السلاسل من يدهم وفي شمس مشرقة وصورة الملك فيصل في الشمس هذه. الله الله الله. ايه. فالوالد عجبته اللوحة قال لي أدي ليش ما تقدمها وفعلا هذا اللي حصل. فبعد فترة كده بسيطة طلبت للقصر قصر شبرا في الطائف، دخلت عند النويصر ديك الأيام كان هو مدير المكتب وقعدت قدامه وفضلت قاعد منتظر، وبعدين في الأخير فجأة قال لي يلا قوم دحين. قلت له ايش؟ قال لي قوم ادخل شوف هناك في ادخل سلم على الملك سلم على الاميره. قلت له قال لي بس يلا. رحت والله فتحوا الباب دخلت طالعت كده لقيت مكتب الملك الاميره الملك فيصل يعني قاعد ورا المكتب ورا شباك طويل مفتوح من النور والناس قاعدين من هنا ومن هنا كده الى نوصل المجلس. دخلت استعجلت والله الملك وقف لما ابتديت امشي وقف والله. وبعدين جيت من قدام المكتب بعيد فسوالي كده جيت له من ناحيه التليفونات اظن فسلمت عليه وابتدى هو يتكلم على موضوع الشباب وانه ويشكر يعني وانه المفروض الشباب يتجهوا اتجاهات فيها مصلحه للوطن يعني كلام مشجع مشجع جدا. فطبعا خرجت قدموا ادوني ظرف فيه مبلغ فرحت جدا به ورحت قدمته للوالد واخذت منه مبلغ صغير. وكانت الحقيقه يعني مقابله
وكانت محفزة، كانت عملية بالنسبة لي. أنا حسيت أنه الفن شيء كبير، شيء مهم. أنت تعتز بكثير من أعمالك، واحدة منها اللي هي مدخل بوابة مكة المكرمة، أكيد، اللي يعني نتحدث عن عشرات الملايين من اللي عبروا ومروا، إلى جانب طبعا تصميم أشياء كثيرة أمام مبنى الحرس الوطني، الخيل، التصاميم، الخطوط السعودية، والكل يعلم خاصة المتذوقين يعلموا تماما هذه البصمات الجميلة. إحساسك أنه في جزء منك في هذا المكان وجزء منك في هذا المكان، خاصة موضوع البوابة، أبغى مشاعرك من الداخل تجاه هذا الموضوع. الحقيقة يعني البوابة دي أنا أعتقد أنه هذه كده يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى، هذه أنا مالي فضل فيها، هذه الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى، لأنه مشروع زي ده وتصميم زي ده كبوابة يدخلوا منها زي ما أنت قلت الملايين سنويا، شيء يعني ما يمكن تحقيقه إلا بمشيئة الله. هو كل شيء طبعا ما يمكن، بس هذه يعني كانت ظروف حصلت لي أدت إلى إنه هذا العمل كده، ظروف كانت صعبة جدا في حياتي يعني. نعم. الآن أنا بشوف إنه هذه الظروف هي خيرة، يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ويكون لكم فيه خيرا كثيرا، والخير الكثير ما هو ماديا. نعم نعم. ولكن لأن أنا ما أخذ شيء على المقابل هذا، ولكن اسما ومعنويا من أهم الأعمال اللي راح تذكر عن في تاريخ حياتي يعني هو هذه البوابة. تصيبك أحيانا أحاسيس الفنان بعيد عن اللي هو تكافئ نفسك، تقف أمام المرآة تقول الله الله أنت رائع يا ضياء، تجيك الأحاسيس دي؟ لا لا لا، أنا أوقف قدام المراية كل يوم في الصبح وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مرة سألت زوجتي قلت لها بالله يا ليلى أنت إيش اللي خلاك توافقي تتجوزيني؟ سألتها السؤال ده، كنت أبغى أعرف الحقيقة يعني، لأني أنا ماني شايف أنه في كان سبب يعني وجيه. قالت لي طبعا كنت متوقع تقول لي مثلا فنك، جمالك، روحك الحلوة، أي كلام من هذا النوع. تعرف إيش قالت لي؟ قالت لي نصيب. نصيب انكتب علي. فطبعا ضحكنا. الله يرحمه. أي نعم. فلا أنا ما أشوف يعني، أنا ما أشوف يعني، ترى الكلام أنت بتقوله هذا نوع من كأنه نوع من الغرور. لا لا بعيد عن الغرور. أنا ما عندي. لا مكافأة الذات. مكافأة يعني أنا أعرف الفنان يكافئ ذاته. أنا أكافئ ذاتي بإني أروح إذا جاتني شوية فلوس أشتري لنفسي حاجة في نفسي من زمان أبغى أشتريها. يعني أنا اللي بجيب لنفسي الهدايا الحقيقة يعني، أنا بهدي نفسي. بعد مرحلة إيطاليا وبعد بدأت مقلد ورسمت كثير لفنانين كثير. متى بدأت تشكل شخصيتك؟ اللي هي مدرسة ضياء عزيز ضياء، وانت انطباعي بشكل عام من ناحية الانطباعي. انا كنت اقلد الى ان رحت ايطاليا، بعد كده ابتديت ارسم من في الفصل في ايطاليا لما كنا في ارسم من الموديل الموجود يعني. وبعدين سنة تانية، نهاية سنة تانية سنة تالتة، الأستاذ قال لي أنت مستمر يعني خلاص مستواك في أنك أنت تقلد وترسم الشيء اللي بيشايفه بالشكل الكلاسيكي والواقعي ده، كويس جدا ممتاز، بس خلاص آن الأوان أنه أنت يكون لك شخصيتك. نعم. الأسلوب حقك، فلا تستمر كده، ابتدي اعمل زي ما بقول لك. فابتديت افكر بجديه انه صحيح كلامه صحيح، انا قاعد اعمل كاني برسم صوره فوتوغرافيه لحاجه ممكن تترسم
عن طريق كاميرا الآن في كاميرات راقية جدا رائعة جدا، فما بضيف شيء يعني. فكان لازم إنه أنا يكون لي طريقتي وأسلوبي فعانيت شوية في الموضوع ده وابتديت يعني ألخبط وأخبص وتبحث تبحث عن ذاتك. أبحث إيه وأبحث عن ذاتي وتطلع نتائج ما هي كويسة ومؤلمة، وابتديت أدخل في معاناة إنه هذا أستاذي اللي في الأكاديمية بيقول كده، معناته إذا أنا ما وصلت لشيء يرضيه معناته أنا يعني انتهت حياتي الدراسية بالفشل يعني. فبالاستمرار والتفكير في الموضوع والمحاولات المستمرة، في يوم من الأيام رسمت سيلف بورتري، يعني رسمت نفسي في مرايتين كده، وقلت خليني أنا أرسم نفسي بطريقة مختلفة عن طريقتي اللي في العادة، ورسمت هذا البورتري وقدمت له. ساعتها التعبير في وجهه تغير كمان، وقال لي دحين انت سلك يعني سلك طريقة خاصة، ولكن لما رجعت هنا ابتديت يعني اتأثر بالجو اللي هنا، فابتديت تتأثر شوية اعمالي لفترة كده. بعدين دخلت في حكاية البزنس وفتحت مكتب ديكور ومدري ايه، ماس. توقفت عن الرسم، ماس كرسم، ها؟ ماس مؤسسة ماسية. وبعدين بعد ما انتهت مؤسسة ماس بالفشل الذريع، مع انه انجزت في البدايات كثير، ايوه كثير، ولكن كانت نهايتها مؤلمة جدا. انضحك علي لانه انا ماني بزنس مان يعني، وهذه مشكلة المبدع. انا انسان يعني اثق بكل الناس، وما اعتقد انه في واحد يقول لي كلام وشه يدل على انه صادق ويطلع كذاب يعني، ما كنت اظن انه ده ممكن يعني. ولذلك لما فشلت كانت النتيجة الفشل والألم لمدة سنة، ما في عمل ولا في ولا شيء، خلاص تقريبا انهيار وتقريبا مرضت يعني. وبعدين جات حكاية بوابة مكة. متى بدأت تشعر بأنك أب؟ لا تقول لي يوم جو الأولاد، لا لا، الشعور الحقيقي في أي مرحلة مع مين بالضبط؟ شوف، هي أنا كنت دوب أنا رحنا إيطاليا، وكانت زوجتي حملت والوضع بده يصير في إيطاليا في روما، بنتي لم الله يرفع عنها ويذكرها بالخير. دخلنا المستشفى وقالوا لي، جاتني واحدة وأنا لسه لغة الإيطالية تعبانة، جاتني ممرضة وأنا واقف قاعد برا منتظر في الصبح، قالت لي بالإيطالي أوغوري أوتونا بامبينا، يعني مبروك جاتك بامبينا. أنا طبعا بامبينا إيش يعني بامبينا؟ دخلت على القاموس، بامبينو يعني ولد، بامبينا يعني بنت. أوه طيب الحمد لله جاتني بنت. هذه كانت أول، لكن الحقيقة ما تولد عندي إحساس بالأبوة في ساعتها، لا، سببا أنه جاتني بنت وخلاص. الأبوة دي مسألة تأخذ وقت، أنا أعرف هي بأي مرحلة جت. يعني لما ابتدينا نشعر بالمسؤولية نحوها، وابتدينا نشعر بحلاوتها وجمالها وقديش هي بتضفي يعني السعادة علينا في بيتنا وفي حياتنا وفي حياة الوالد الله يرحمه. والوالدة ده والدي كان يعني مغرم اسمها لميا، ويوم ما كانت تسافر عنه كان يصاب باكتئاب لما كنا نجيبها نرجعها على روما يعني. بعدين جاني شيء تاني مهم جدا، قالوا لي جاك ولد. اوكي. اي، والولد انت عارف انه الإنسان الرجال يعني دائما يتمنى أن يكون عندهم ولد، فجاني ولدي زاهد الله يذكره بالخير، وكنت يعني سعيد جدا به وما أزال طبعا، ولكن كطفل يعني ودخل في مرحلة الطفولة 6 سنين 7 سنين مش عارف إيه، ابتدينا يعني نتعامل معاه على أنه شوية شوية ابتدى يصير رجال وإلى آخره، ودراسة وما دراسة وعمل. لكن في نص المرحلة دي كمان
جاتني عاد آخر واحدة آخر عنقود برضو بنت اللي اسمها دنيا. دنيا نعم. وأنا كنت عاد كبير في السن أظن في 45 أو شيء زي كده. فبالتأكيد إنه الطفل لما يجي عند متأخرا يجي متأخر بيكون له تأثير مختلف جدا عن لما يكون هو في بداية حياته شاب صغير. بالضبط. فكان حبي لدنيا طفلة صغيرة عطف يعني هي فيها حب وفيها عطف وتدليع ويعني بتشوف شيء كده صغير وفي أبوة ناضجة. أبوة ناضجة أيوة نعم. نفس الشيء بيحصل لما هم هدول ابتدوا يجيبوا أحد. نعم. ابتديت أصير جد أنا على فكرة الحمد لله يعني جد لثمانية ما شاء الله تبارك الله. يعني شايف أنه الإحساس بأني جد أحلى بكثير من أني إحساس أني أبو. يمكن الآن تحس بال إيه الآن. نعم. تشعر ب أنك تتوحش لهم أنه بيسعدوك لما بيجوا يعني. نعم. أولادك مسؤولية أحفادك ما هم مسؤولية ما تشعر بالمسؤولية لأنه أبو مشغول فيه. أيوة أبو مسؤول أمه مسؤولة. أنت بس عليك تنبسط معه وتدلع فيه وتبسطه هذه هي المسؤولية حقتك. الله الله الله. أيوة. الله أستاذ ضياء ألف شكر. الله يسلمك. شكرا. وسعيدين احنا دائما نتلقى العالمية من الخارج ولكن نحن نصدر الله هذا الاسم إلى العالمية ونفتخر فيك. الله يسلمك. شكرا أستاذ ضياء. عفوا يا سيدي. أهلا وسهلا. بعد هذا الفاصل سنتحدث عن شخصية ضيفنا ضياء عزيز ضياء من خلال الحوار طبعا وهي مجرد انطباعات لإلقاء الضوء على شخصيته. بعد هذا الحوار الجميل مع هذا الإنسان الرائع ضياء عزيز ضياء نجد يمكن في بعض الجوانب في شخصيته اتضحت من خلال اللقاء. رجل نوعا ما متأمل متأني مفكر حكيم يتحدث بهدوء وبخبرة سنين طوال. في ثنايا كلامه هناك شيء من الشجن والحزن والألم. ما أدري هل هي شخصيته أو لأنه تطرق إلى جوانب مؤلمة نوعا ما يعني حديثه عن زوجته أو حديثه عن ابنته أو عن أشياء فقدها في السابق. في داخله رغم كل هذا حب للحياة حب للجمال حب للحب بحد ذاته. وأعتقد بأنه يمتطي فرس اسمه الفن من أجل تحقيق الأمنيات وتحقيق الآمال. ضياء عزيز إنسان وضياء عزيز فنان بدرجة امتياز. الشيخ هذا الضيف الأغبر زارني والضيف له حقه وله تقدير وأنا على ما شفتني يا طير مثلك أفز من الصدى أحتاج مثلك للمدى للبوح للتعبير خذني أنا المخنوق بتنفس خذني مدى من المساء عسعس والدار صارت غير